انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الحلقة دي موجهة للأصدقاء المسيحيين الباحثين عن الحق واللي عايزين يعرفوا الحقيقة واللي عندهم صورة مشوشة عن نهى السيد إنها بتهاجم وبتشتم المسيحية وباعت مسيحها وأنكرته والكلام اللي بيسمعوه من أب اعترافهم لما بيشوفوا الحلقات اللي بطرح فيها أسئلة عن العقيدة المسيحية. فأسهل رد من القساوسة عليهم ملكوش دعوة بيها وما تسمعهاش لأنها أنكرت مسيحها وبتشتم المسيحية وإنها شر وإنها بقت زي الخروف الضال. فسؤالي هنا، هل أنا بهاجم وبشتم المسيحية؟ الإجابة لا. عايزين تعرفوا مين اللي بيشتم وبيهين المسيحية والمسيح نفسه؟ علماء وأباء ومفسرين مسيحيين ورجال الدين المسيحي هم اللي بيشتموا المسيحية. وعلشان تعرفوا التناقض بين تصريحات القساوسة وبين الواقع المعيش، تعالوا نشوف القس استفانوس شحاتة الوكيل السابق لمطرانية صمالوت واللي بيقول لشعبه مفيش واحدة اعتنقت الإسلام وأصبحت داعية وعملت مقارنة في حياتها بين الإسلام والمسيحية. هو في سؤال، يعني البنات اللي أسلمت احنا ما سمعناش ان في يوم من الأيام بنت أصبحت داعية إسلامية. مفيش بنت في يوم من الأيام عملت مقارنة في حياتها في المسيحية وحياتها في الإسلام. هو تقريبا يا إما مش عايش على كوكب الأرض أو عارف وبيحاول يبعد شعبه عن التفكير في أسباب اعتناق المسيحيات للإسلام. حضرتك أنا كنموذج للمسلمات الجدد طلعت وقلت في أكتر من فيديو أسباب اعتناقي للإسلام وعملت مقارنة بين حياتي في المسيحية وحياتي في الإسلام. ومن أمثلة الفيديوهات اللي عملتها نهى السيد غادة صابر فيليب لماذا تركت المسيحية واعتنقت الإسلام ولماذا رفضت المسيحية وأمنت بالإسلام. حواري مع الأستاذ محمد نصيف المحاور، وأخيرا فيديو بعنوان حوار مع الأخ معاذ عليان وكواليس اعتناق الإسلام ونطق الشهادتين. ودي كانت أمثلة للفيديوهات اللي شرحت فيها قصة إسلامي علشان بس القس استفانوس شحاتة يعتذر عن التصريح اللي قاله ويقول إنه كان غلطان. فالتعامل مع قضية أي أخت تدخل الإسلام في البداية مخطوفة، ولما تطلع علشان تقول أنا مش مخطوفة واعتنقت الإسلام وتنشر أوراق ومستندات تثبت اعتناقها للإسلام يقول عليها دي منحرفة واعتنقت الإسلام علشان عشيق. ولما يبدأوا ينهاروا من ثبات الأخت المسلمة يبدأوا يحرضوا المنصرين والمسيحيين عليها ويقولوا دي بتشتم على المسيحية وبتهين المسيح وابعدوا عنها، زي ما رحوم الحرامي بدأ يصرخ ويقول للمسيحيين ما تسمعوهاش وما تشهروهاش. المهم أخواتنا المسيحيين ما يدخلوش يسمعوها ويحاربوها أرجوكوا. ده أنا مش عايز منك حاجة. محدش عليك المفروض ما يخشلهاش على يوتيوب خالص ولا حد ما تخشوش عليه ما تشهرهاش، دي بتقول وسخات بذاءات. فهل يا ترى نهى السيد هي اللي بتقول البذاءات والوسخات ولا حد تاني؟ حزقيال 23. وكان ليا كلام الرب يا ابن ادم، كان في ستتين بنات ام واحده زنوا في مصر في صباهم، هناك اتزغزغ صدرهم وهناك اتزغزغت حلمات البكارة بتاعتهم. ايه المصايب دي يا جماعة؟ بس ايه الوساخة دي كلها يا ناس؟ واسمهم اهولة الكبيرة واهوليبة اختها
وكانوا ليا وخلفوا ولاد وبنات، واسمهم السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة وزنت أهولة، وهي مرتبطة بي وعشقة اللي بيحبوها أشور القريبين اللي لابسين بنفسجي ولاو حكام كلهم شبان شهوة فرسان ركبين الخيل، فدفعت لهم أجرة زناها للي اختارتهم من كل ولاد أشور، وتنجست بكل اللي عشقتهم بكل الأصنام بتاعتهم، وما سابتش الزنا بتاعها من مصر كمان، لأنهم ناموا معاها في صباها وزغزغوا حلمات البكارة بتاعتها. ايه الوساخة دي كلها يا انا؟ وده كلام قاله واحد مسيحي اسمه رامي سمير فرج مينا، والكلام ده موجود في كتاب بتؤمنوا بيه انه كتاب مقدس. واللي فسر الكلام ده وقال عليه انه كلام وسخ واحد من علماء المسيحية، وكان اب اعتراف الانبا شنودة، وهو الاب متى المسكين، اللي قال في كتابه النبوءة والانبياء في العهد القديم صفحة 227: سوف يظلم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها 24 إصحاحا يفتتح بهم حزقيال نبوءته عليهم، فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان، هذا من جهة الإنسان، وكل غضي وعقاب بكل أنواع العذابات المعروفة من جهة الله. والذي نخرج به من هذه الإصحاحات أيها القارئ العزيز أن الله صعب، صعب ومريع جدا، وويل وويل لمن يستهين بلطفه وطول أناته. وده اعتراف واضح وصريح من الأب متى المسكين أن الكتاب المقدس فيه كلام وسخ. ممكن حد طبعا يقول لي ده رأي شخصي للأب متى المسكين، أقول له لا طبعا مش رأي الأب متى المسكين لوحده، لأن في كتاب رسالة حزقيال يذكر المؤلف أن نصوص حزقيال من العدد 16 للعدد 23 هي إباحية ولا يحب المسيحيين قراءتها في الكنائس. بعد سلاسل النسب في سفر أخبار الأيام الأول تأتي مباشرة الاستعارات الصارخة لحزقيال من العدد 16 للعدد 23 باعتبارها من الإصحاحات التي لا يستحب تلاوتها في الكنائس، وبالمثل من غير المرجح أن يتم الوعظ منها، فهي طويلة وقد تتضمن عبارات خادشة وتعبيراتها في بعض الأماكن صراحة إباحية. في الواقع أنه من الصعب أن نتخيل حزقيال وهو يسكب هذا السيل من الصور الشهوانية النبوية دون أن يتعرض للحرج المبرح والإشمئزاز. وبكده يتضح للجميع أن الكلام اللي في سفر حزقيال فعلا كلام وسخ زي ما قال الأب متى المسكين، ومش زي ما بيضحكوا عليكم القساوسة ويقولوا لكم أن الكلام ده ليه تفسيرات رمزية وروحية، ومش نهى السيد هي اللي بتجيب الكلام ده من عندها. ومن ضمن الأسباب اللي خلتني أعمل حلقة مخصوص عن تحريف الكتاب المقدس إن في تحدي من معظم رجال الدين المسيحي لكل اللي بيقول إن الكتاب المقدس محرف، وطرحوا شوية أسئلة بيطلبوا فيها بالأدلة. أسئلة تفرض نفسها على العقل لا تجد لها إجابة. إذا كان الكتاب المقدس قد حرف، طب إمتى تحرف؟ من الذي قام بتحريفه؟ هل الذي قام بتحريفه المسيحيون؟ ولماذا حرفوه؟ الكتاب المقدس محرف، مين حرفه وإمتى وفين؟ مين لازم يبقى فيه جريمة يبقى فيه مجرم؟ مين حرفه؟ نمرة 2 إمتى في أنهي قرن؟ نمرة 3 فين؟ في مصر ولا في روما ولا في أنطاكيا ولا في أورشليم ولا في أستراليا؟ مين وإمتى وفين؟ إذا جبت لي التلات إجابات أنا هوافقك على إن كتاب مقدس محرف، ما جبتش إجابات يبقى سيب لنا كتابنا وملكش دعوة بيه. وبناء عليه أنا قبلت التحدي وعملت حلقة بعنوان مسيحية سابقة ترد على الأسئلة التي يتحدى بها القساوسة المسلمين عن تحريف الكتاب المقدس، مين وإمتى وفين. وقبل الإجابة على أسئلة القساوسة نعرف الأول معنى التحريف، أو بالأحرى يعني إيه الكتاب المقدس محرف من لسان أحد القساوسة. متحرف يعني إما في حتة تتشالت أو في حتة تتغيرت، حط دي بدل دي، أو شيلنا جزء وحطينا حاجة تانية، أو وضبنا حاجة، أو حطينا كلمة بدل كلمة. يعني بصراحة النسخة اللي كانت موجودة أيام الرسل مش هي اللي في إيدينا. وبناء على تعريف القس ده للتحريف
نبدأ نجاوب على الثلاث أسئلة اللي بيتحدى بيها القساوسة أي شخص يقول إن الكتاب المقدس محرف. والسؤال الأول، مين اللي حرف الكتاب المقدس؟ خادم الرب يوسف رياض بيجاوب وبيقول إن اللي حرف الكتاب المقدس هم النساخ. في الحقيقة يا زوبعة في فنجان مسألة اختلافات النسخ. احنا علينا نعرف ان ما كانش فيه كوبينج ماشين في الوقت ده، ما كانش فيه مطابع، كان النسخ يدوي. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد. زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني اكرر كلمه، او اني اكرر كلمه، او اني اكرر كلمه، او اني انط كلمه، حاجات زي كده، او اني انط كلمه، حاجات زي كده، او اني انط كلمه، حاجات زي كده، او اني اكتب من الذاكره، او اني اكتب من الذاكره، او اني اكتب من الذاكره، فاستبدل كلمه بدل كلمه، فاستبدل كلمه بدل كلمه. فهل الله كان عاجز عن حفظ الكتاب المقدس من اخطاء النساخ، أم أن الكتاب المقدس لم يكن يستحق هذا الحفظ؟ وأباء الكنيسة كان ليهم دور في تحريف الكتاب المقدس باعتراف الأب متى المسكين في شرحه لإنجيل يوحنا إن أحد آباء الكنيسة الأوائل قام بحذف أو بتحريف بنقص قصة المرأة الزانية، ويقول: ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى، وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي مما حدا بهم إلى حذفها من نسخ بعض المخطوطات. معنى كده إن في تحريف للكتاب المقدس سواء بالنقص أو بالزيادة. واليهود كمان كان ليهم دور في عملية تحريف الكتاب المقدس باعتراف العلامة القديس أوريجانوس، وقال إن اليهود حرفوا كتابهم وحذفوا منه اللي عايزينه، وذكر الحقيقة دي في كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، ترجمة وعداد رهبان دير الأنبا مقار، دار مجلة مرقس، صفحة 57. أما السؤال الثاني المتعلق بتحريف الكتاب المقدس، وهو إمتى تحرف؟ من خلال الاطلاع على بعض المراجع تم التحريف بحسب الزمن اللي كان بيعيش فيه الأشخاص اللي قاموا بالتحريف، والدليل على كده من الترجمة اليسوعية اللي بتقول إن عملية التحريف تمت على مر القرون. ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. أما السؤال الثالث، هو فين اتحرف؟ فالجواب سهل جدا وبيتبني على السؤال الأول، وهو مين اللي حرف الكتاب المقدس. طبعا منطقيا ان التحريف كان في البلاد اللي عايش فيها النساخ وأباء الكهنة واليهود اللي اعترف علماء المسيحية بتحريفهم للكتاب المقدس. وياريت واتمنى من حضراتكم انكم تراجعوا الكتب والمصادر اللي عرضتها علشان تتأكدوا بنفسكم من كلامي. وهنا ممكن طبعا حد بعد تقديم الأدلة على تحريف الكتاب المقدس يطلع واحد من النصارى ويقول: أيوة أنا معترف بوجود أخطاء في الكتاب المقدس، بس الأخطاء دي تافهة وما تغيرش في الإيمان المسيحي ولا تموس صلب العقيدة. أقول له: بس كلامك كده غلط، لأن دائرة المعارف الكتابية أكدت أن التحريف تم لأجل تدعيم أو وضع عقيدة لاهوتية. تقول دائرة المعارف الكتابية طبعة دار الثقافة الجزء السابع صفحة 295 تحت حرف الميم: وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة في يوحنا الأولى إصحاح 5 عدد 7، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر. وبكده أكون وضحت لحضراتكم مين اللي بيهاجم المسيحية وبيأكد إن في تحريف في الكتاب المقدس. فاللي قال إن الكتاب المقدس محرف هم المسيحيين، واللي قال إن مفيش حلال وحرام في المسيحية هم المسيحيين. المسيحية ما فيهاش حاجة اسمها حلال واسمها حرام، صح؟ في المسيحية مفيش حاجة اسمها حرام وحلال. واللي قال إن أنتوا بتعبدوا ثلاثة آلهة ومش بتعبدوا إله واحد هم المسيحيين. الله اللي احنا نؤمن بيه ثلاثة مش واحد.
الله اللي احنا نؤمن بيه ثلاثة مش واحد. في كتير من شعبنا من غير ما يقصده بيفهموا الثالوث بطريقة سابيليوس، ان الله زمان كان اسمه الاب، لما اتولد من العذراء بقى اسمه الابن، وعشان كده الناس تحتار يقول لك طب هو المسيح كان بيتكلم مع مين؟ نقول لهم يتكلم مع الاب. الله مش هو المسيح هو الاب؟ نقول لا مش هو الاب. معقول يعني احنا عندنا اتنين؟ نقول عندنا ثلاثة. نقول عندنا ثلاثة. نقول عندنا ثلاثة. واللي اهان السيد المسيح وقال عليه انه من نسل ساقطات وجداته زانيات هم المسيحيين. لما يقول من يبقى تذكر الام. طب احنا منتظرين ام يعني مثالية تطلع تاني ام مذكورة في الانساب برضو من نفس العينة. رحاب دي كانت شغلتها ايه؟ شغلتها زانية، حاجة صعبة قوي يعني. ثمار تزينت بلبس خطية، ورحاب التانية شغلتها الخطية. طب وده كله يذكر في متى واحد اول صفحة كده يعني؟ مفروض ده مجد ربنا يسوع له المجد. والجدير بالملاحظة انه البشير متى بيذكر عدة نساء منهن طبعا ثمار ورعوث المؤابية، بت شبع اللي كانت طبعا لداود، وايضا بيتكلم عن رحاب الزانية. يمكن ما عندهم تاريخ مشرف، لكن نعمة الله غيرتهم، وانه الفداء هذا بيشمل كل الناس، انه دم المسيح يطهر، وانه الشخص حتى الفاسد يطهر بدم المسيح ويصبح من اشراف شعب الله، حتى الناس الغير مشرفة اصبحت في سلسلة نسب المسيح. يعني انت معترف معايا ان نسل يسوع زواني وزانيات واولاد زنا، صح؟ هو ابي وانا ما قلتلكش لا، مية هو مختاره، هو ده اللي انا ايه، هو جاي منهم. هو ده اللي طيب. واللي أهان المسيح وقال عليه دودة وضعيف هم المسيحيين. ربكم دودة. ربكم دودة لأنهم أخذوها بالمعنى الحرفي اللفظي، مش بالمعنى الرمزي الكناية. دودة يعني ضعيف. ضعيف. أنا في صفة الإنسان أمشي إله الجبار. صح. أنا تركت القوة والجبروت وصرت ضعيفا لأفديكم. واللي أهاني المسيح وبيفتخر وبيشكر ربنا إنه اتفى عليه هو أنتوا يا مسيحيين. لقيت إني كنت تقريبا في سن ابتدائي، وكان عندي واحدة صاحبتي في الكنيسة كانت دايما لما يقولوا لنا صلوا مع بعض كانت تصلي كده: يا رب شكرا إنك قبلت إنه يتفى عليك وتتصلب علشاني. حقيقي أول مرة سمعت منها الصلاة دي كنت مستغربة قوي اللي بتقوله، وكنت أول مرة أخد بالي إنه اتهان قوي كده، علشان عايزين نتعلم إن في كل مرة نصلي فيها نبقى بنشكره بنفس الصلاة اللي كانت صاحبتي بتصليها، ونقول له شكرا، شكرا إنك قبلت إنه يتفى عليك وتتصلب عليك. واللي أهان المسيح وأم السيدة مريم وقالوا عليها عجلة وإنها ولدت عجل هم المسيحيين. السلام عليك أيتها العجلة التي ولدت للمؤمنين العجلة البريئة من العيوب، افرحي أيتها النعجة التي حملت حمل الله الرافع خطايا العالم بأسره. ودي كانت الأدلة على أن نهى السيد مش بتشتم ولا بتهين المسيحية. للأسف أنتوا اللي بتهينوا المسيح عليه السلام، اللي الإسلام رفع قدره وجعله مبارك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وأمه السيدة مريم من أطهر نساء العالمين. فيا صديق المسيحي، ابحث وفتش الكتب، فأنا بتعب وبطلع لك المعلومة بطريقة سهلة علشان أسهل عليك الموضوع. فلازم تبحث وتفتش زي ما المسيح قال في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عدد 39: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. ففتش وابحث علشان تعرف الحقيقة فين. وفي نهاية الحلقة أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.